بروس والبداية التي تشوكو يميكا حاضر الله منذ البداية وبالطريقة المعتادة لقاء أو هذا سعيد بن رحمة عمل وجوده في تشيلسي لأنه ما راح مع اللي راحوا وما مشى مع اللي مشوا لا الكرة وصلت التدخل الذي لا زال جيمس إلى سعيد 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 وحده يا سعيد وين رايح يا سعيد لكن الكرة لذلك منتظر يقدم الكثير سعيد بن رحمة عرضية موجودة خطيرة لا زالت خطيرة لمصلحة وسام بن رحمة في الجهة اليسرى باكيتا بلمسة لسعيد سعيد ولا زالت لمصلحة كوميكا يحط وحده الله كوميكا كنين في الجهة اليسرى وصلت الآن سعيد بن رحمة بدأ العمل الآن هي الضربات التي سوف تأتي ليست بالكثيرة لكن لربما تكون موجعة بالنسبة له بأنه حاضر متواجد وأنه باكيتا عنده وحده يضع الكرة شوفون العملية من البرازيلي وضعها تجزاء تحتسب أريولا يتصميم سعيد بن رحمة هي مهمة سعيد بن رحمة إلى من وسام مرس خطيرة سعيد سعيد بن رحمة ماذا أهدرت يا سعيد هل كان متسللا خلينا نشوف اللقيت ماذا أهدا عن اللاعبين يبدو إنه كان أضاح سعيد بن رحمة نعم وستحسر لو